حلو الأوريو، كوب دقيق، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة بيكربونات، رشة ملح، 3 حبات كبيرة بيض، 3/4 كوب سكر ناعم الحبيبات، ربع كوب زيت ذرة، 3/4 كوب زبادي أو لوب، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، علبة كبيرة حليب محلى، 2 باكيت بسكويت أوريو غامق، 2 باكيت بسكويت أوريو فاتح، 2 كوب كريمة سائلة، للتزيين 2 باكيت أوريو ميني. نبتدي هلأ نجهز الكيكة ونشوف بعد هيك الخطوة الثانية. هحتاج طبق فرن، بس طبق فرن حيبقى مميز إني أقدر أطلعه على السفرة، فلأنه زي ما قلنا حنخبز الكيكة هون وبنفس الطبق حتتقدم على السفرة. نحتاج هلأ نجهز الكيك. نبتدي خطوتنا الأولى بتحديد كمية البيكنج باودر والبيكربونات. يبقى حننخل هالمواد مع بعضها، هخليها على جنب ونبتدي في وعاء الخلاط. هحط السكر، احنا بنضيف بيضة هحط ملعقة صغيرة من الفانيليا وابتدي على سرعة متوسطة اخفق البيض مع السكر لغاية ما يصير عندي فوم شوي، ونشوف بعد هيك كيف حيبقى شكله. هلأ طبعا خليط البيض زي ما قلنا مع السكر أصبح عندي فومي أو رغوي شوي، حبتدي أضيف الزبادي، حضيف زيت الذرة، وعنا مقدار 1 كوب من الطحين، بتتذكروا إحنا أضفنا له البيكنج باودر والبيكربونات. حضيف الخليط ومجرد خفقة بسيطة لثواني بسيطة بس يختلطوا مع بعض، وممكن إذا حبينا بإيدي أحركهم عشان أحافظ على الهواء، بس ممكن بالخلاط لحركة سريعة بيمشي الحال. هيك عندي كفاية زي ما شفتوا ثواني بسيطة، أنا ما خفقت لمدة طويلة. نوزع خليط الكيك في القالب، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، وبعد هيك نشوف خطواتنا الثانية. عندي هلأ أنا هون طبق جاهز، هبتدي هلأ أوزع قليل من الحليب المحلى، ومباشرة ببتدي أوزع قطع الأوريو اللي حابة عايزة أعملها لونين، ممكن أخذ لون بني فاتح غامق. هلأ برجع ببتدي أوزع تاني بقية الحليب المحلى. أنا عندي واحدة بالتلاجة جاهزة، خلينا نشوف بعد هيك شو الخطوات وكيف بدنا نغطيها بالكريمة. أعزائي المشاهدين خلينا نبتدي هلأ نخفق الكريمة. أنا عندي هون ويبنج كريم أو الكريمة السائلة، هخفق على سرعة متوسطة لغاية ما تصير عندي هشة. فنبتدي هلأ نوزع الكريمة. لاحظوا أني مجرد حعمل تزويق بسيط جدا، مجرد حوزع الكريمة بهالطريقة، ما تغلبوا حالكم، مجرد أني حقعد أرمي هالميني أوريو بالطريقة هاي، كل واحدة على حسب ما تيجي. ممكن برضو بنفس الطريقة نعمل بعض الأشكال. والطبق هذا لذيذ يتقدم زي ما قلنا بارد، وإن شاء الله يكون عجبكم وتستمتعوا فيه مع أفراد الأسرة. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.